انت متهم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا. انا غلبان يا باشا. سألتك انا لا يمكن اضرب مصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلدي لصالح اي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركة الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، بعدين احنا في عصر المعلومة يا بيه. تستقبل يلا ولا ايه؟ ابعت اجيب ماما؟ كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحة جاية. يعني اللي على النت حاجة واللي انت عملته حاجة تانية. يا باشا دي معلومات عادية. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عادية بالنسبة لك لكن مهمة لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتجيب الذوق. أنا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبية. وتبيع ليه من اصله؟ لاني فقير ما صدقت لقيت اي حاجة عندي ممكن ابيعها. ما سألتش نفسك يا رحمك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يلا ما سألتش كان كل اللي منها بيع بكام؟ يا باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس، البلد دي مليانة فلوس بس مش مع كل الناس. انت حقود بقى او من غلبي. طول عمري بتحوم في دوامة فهمي. مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. عفوا الفقر عمره ما كان مبرر للخيانة وقلة الاصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون اهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعدية تبيع عين من عينيها او عين من عينها علشان تدوس على الفقر اللي طحنها. انما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة، انما لو معرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين. شياطين علشان نقدر نعيش. أنا قلت كل اللي عندي وما عنديش حاجة تانية أقولها، ولو قعدتوا تعملوا حركاتكم الهبلة دي من هنا لحد قيام الساعة مش هتوصلوا لحاجة. قسما بالله العظيم انتوا بهايم. ماشي يا حسان، وبرضو لو قعدت من هنا لحد قيام الساعة وما قلتش المتفجرات دي جت منين مش هصدقك. وبعدين انت هتقول يا حسان مفيش حد يا بابا بيقعد هنا وما بيقولش. قول يلا. عايزني اقول وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد دخلت اكثرهم ظلمة القبر. اللي بقى اخويا عملوا ايه في العروسة؟ شوف احسن يا اخويا، ده قدامك حل من الاتنين، يا تقول جبت المتفجرات منين لا هبعت اجيب مراتك عفاف وحرميها للعساكر والمخبرين. مش هقولك بقى العيال هنا جباب راح، هيتعمل عليها حفلة هيتعمل عليها حفلة، والعيال ما شافوش نسوان بقالهم اكتر من 14. تعملوها مقتولات كلب كفرة. ابن الجزمة اللي بيكفرنا فجأة ده انتهى بل يلا بل بالعكس انتوا اللي هبل. انتوا صعبانين عليا على فكرة، صعبانين عليا. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان رضا عبد، عشان طاعة عبد، عشان خوف من عبد، عشان ترقية من عفو. لما انا واللي زيي بنعمل كده عشان تقى ربنا، عشان رضا ربنا، عشان خوف من ربنا، عشان طاعة ربنا، عشان ترقية من ربنا.
في يوم القيامة هتشوفوا ناركوا أهلا. حسام بيتكلم صح، حسام بيتكلم صح. أدهم بيه مظبوط ولا إيه؟ كمل يا جاسم. أنت عندك حق، احنا فعلا يوم القيامة هنشوف عذاب جهنم، بس أنت وحياة أمك لا هتشوفه دلوقتي. اوعى تفكر نفسك هتموت شهيد، بالعكس ده انت هتموت كافر وابليس. اديك كلب، انت عارفين انت موتت كام واحد؟ الراجل نفسه بيروح يا كفره، الراجل هيموت يا سيف. طلعها بره، افتح الباب بره. عرفت اسمك يا سيف، عرفت اسمك يا سيف. ازاي تقول اسمك؟ ده انت جامد. نزل ايدك دي. ايه؟ الراجل كان هيموت. ما يموت ولا اروح في 60 داهيه. انت باستهتارك ده عرفتوا اسمي، دي غلطة ممكن أقعدك بيها في البيت، بس أنا بقى هعديها لك عشان أنا العقيد سيف الحديدي. تقدر تقول لي إحنا ليه بيبقى لينا أسماء حركية لما بنخش هنا؟ ليه بنغمي عيونهم؟ عشان نأمنك يا حبيبي. ده نظام جهاز أمن الدولة منهم اخترعوه. كل الضباط اللي جوه ليهم أسامي حركية عشان نأمنهم لما يخرجوا بره، عشان المساجين لما يخرجوا تترعب من بطشهم. أولاً احنا اللي بنبدا بالماتش، ولو كنا احنا على حق ما كناش خبينا اسماءنا، ما كناش غمينا عيونهم. والتامين اللي سعادتك بتقول عليه تامين لينا ده جبن وخسه وما فيهوش ذره رجوله. راعي كلامك يا هشام يا مطعون، قسما بالله العلي العظيم هحولك للتحقيق، ولو كبرت في دماغي هقعدك في بيتك، مفهوم؟ عن اذنك يا سيف يا حديدي. طب يا شباب مدكور. يا فندم انا عندي مشكله مع الاسلوب اللي بيتعامل بيه سيف باشا مع الناس. انا شايف انه اسلوب قاسي جدا وهيخسرنا مش هيكسبنا، وعمره ما هيوصلنا للحقيقه. ماله بقى اسلوب يا هشام بيه؟ ما الواد اعترف ان هو اللي عمل كل حاجه. طبعا ما هو لازم يعترف، وهيعترف باي حاجه تقول له عليها عشان يرحم نفسه من العذاب اللي انت حاطه فيه. انا مش عارف انت طلعت ظابط ازاي. شايف يا فندم؟ شايف سعادتك؟ شايف اسلوب السخريه اللي بيكلمني بيه؟ في ايه يا سيف؟ ما تراه انك قاعد في مكتبي. اسف يا فندم، فرصه بقى ان هشام بيه موجود معانا النهارده ونستفيد بخبرته. تحب احقق معاه ازاي؟ ايه رايك يا هشام بيه جيب له كده 2 كيلو جمبري جامبو، ازازتين بيره، فرش حشيش، وجوز نسوان حلوين كده عشان يطروا القعده، وبعد ما اقضي الليله بتاعته نقول له ها بقى احكي لنا ايه اللي حصل يا حبيبي. تحب كده؟ انت مالك محسسني ان انا بتكلم عن ابن اختي؟ ما تراعي كلامك يا سيف باشا. هو ان احنا نعامل الناس على انهم بني ادمين ده يبقى حرام؟ يا دي بني ادمين اللي انت فلقتني بيها من يوم ما شفتك. سيف اشتغل بمبدا الشده والليل، مش كله شده كده. يا فندم مش مع الناس دي، دي ناس غيرنا خالص، الناس دي ما بتجيش غير بالسكه على دماغها. ومعليك بقى طبعا يعني سيدي العارفين. مش كل الناس. المجرمين اللي عليهم احكام. لكن دول مجرد ناس عاديين جايبينهم عشان نستفسر منهم على حاجه. هشام بيه العادي بالنسبه لك او من وجهه نظرك مش عادي بالنسبه لي خالص. ده ممكن يكون عنصر كامن بيجهز لاي نشاط ارهابي في اي وقت. يا بسم الله ما شاء الله، البلد كلها ارهابيين في وجهه نظرك؟ كلها ارهابيين ما عدا امي، مش ثقه فيها لكن احتراما ليها. سيف معاه حق يا هشام، وبعدين ما تنساش ان فيهم ارهابيين والمتطرفين مراوغين الى اقصى حد. يا باشا الواد اللي تحت دمه بيتصفى، ده لو كافر ومحكوم عليه بالاعدام هنداويه الاول ما يتحرق. يعترف الاول على زمايله وبعدين يبقى حلاه حلال. يا شبيه ولو مات فيها يبقى عمره انتهى. هو حد قال لك ان انا مغسل وضامن جنه؟ شايف يا فندم؟ شايف استهتاره بحياه الناس وصل لحد فين؟ هشام يا مدكور انا بحذرك، خد بالك من كل كلمه بتقولها. انت بتتكلم مع العقيد سيف الحديدي، يعني رتبه اعلى منك، واي كلمه كده ولا كده انا هحاسبك عليها. سيف انت هتخانق قدامي ولا ايه؟ ما انت شايف يا فندم بيتكلم ازاي؟ من ساعه ما دخل عمال بيوشخط وبينطر، ده مش عامل اعتبار لاي حد.
على فكرة أنا مش هاممني أي حاجة من الكلام اللي اتقال. أنا كل اللي هاممني الواد اللي تحت اللي دمه بيتصفى. وعلى فكرة يا سيف باشا، اوعى تفتكر إن الصوت العالي هيخوفني. عارف ليه؟ عشان أنا على حق. ولو عاوزين تحولوني للتحقيق أنا ما عنديش أي مانع، أي حتى فرصة إن الواحد يقول على كل حاجة. خلاص يا هشام، ابعت هات له الدكتور يكشف عليه. دكتور يا فندم، يا فندم يا فندم، الحالة دي بتاعتي أنا، شغلي كده بيبوظ. سيف هتكسر كلامي ولا إيه؟ أنا قلت الدكتور يجي يعني يجي.